مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مقلب دوت كوم. حلقة النهاردة احنا بنتكلم فيها عن الخوف. طبعا الخوف ده يعني شعور اكيد موجود عند كل الناس، لكن بيبقى موجود بتفاوت. في ناس عندهم الخوف ده بيبقى زيادة، في ناس عندهم الخوف معتدل، في ناس تانيين عندهم الخوف ده زيرو، يعني ناس ما بتخافش خالص. ممكن في أي موقف نشوف ردود أفعال كتيرة قوي ما عدا الناس اللي ما عندهاش أي رد فعل عن الخوف. جالنا إيميل، يعني جالنا إيميلات كتيرة جدا عن ناس عايزين يعملوا مقالب في أصحابهم عشان بيخافوا جدا. جالنا إيميل من محمد مرسي بيقول فيه: هاي مقلب دوت كوم، هاي أشرف، أنا محمد مرسي، عاوز أعمل مقلب في طارق صاحبي. محمد مرسي مش موجود النهاردة لأنه مسافر، هو اللي عامل المقلب، وعامل المقلب في خالد سعد. خالد سعد موجود معانا، بنرحب بيه، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا خالد؟ اتفضل. انت دي الحلقه الوحيده اللي معانا اللي انت بتقعد فيها لوحدك، واللي عامل فيك المقلب او اللي بعت ايميل وخلانا نعمل فيك المقلب هو محمد مرسي. هو مسافر فين؟ دبي. مسافر دبي شغل ولا زياره؟ لا، اهله قاعدين هناك. اهله قاعدين هناك، يعني ما حضرش معانا النهارده، لكن في الايميل بتاعه بيقول: انا بقترح عليكم ان انتوا تاخدوه معاكم فريق مقلب دوت كوم. هو هيتقمص شخصيه، هو بيتقمص شخصيه هوتا في مسلسل العمه نور، وبيقعد يعمل فينا مقالب. يا تعملوا فيه مقلب، يا تاخدوه معاكم، يا تبعدوه عني وعن اصحابنا باي طريقه. ده ايه الحكايه دي؟ ده هو يعني واضح انه واخد موقف جامد منا. لا، انا تملي كنت بديهم بالمقالب بتاعتي كتير. يعني انت بتديهم المقالب؟ يعني انت بتعمل مقالب في اصحابك طول الوقت؟ كنت كتير فعلا بعمل فيهم مقالب. بتعمل فيهم ايه بقى؟ يعني مثلا من ضمن المواقف، اتصلت بواحد صاحبي مره قلت له: اخوك عمل حادثه في المستشفى، وما كانش في حاجه زي كده اصلا خالص. طب هو ده مقلب؟ اه، ده مقلب. يعني قلت له: اخوك عمل حادثه وفي المستشفى؟ في المستشفى. وينزل يروح المستشفى يدور على اخوه وهو مخدود؟ هو كان منهار جدا فعلا يعني. ما اكيد طبعا. انت مبسوط ان هو منهار يعني؟ انا كنت بعملها على سبيل الهزار. اه، يعني ما بقاش مش عايز لايوم قوي، لكن هي هزار بس يعني. يعني انت كنت قاصد بيها هزار؟ بس يعني هو هزار مقلق شويه انك انت يعني. طب انت عندك ايه مثلا؟ يعني عملت ايه مقلب تاني؟ يعني مثلا من ضمن المواقف برضك، كان في واحد صاحبي عندي في الشقه. اه، قفلت نور الشقه كله، لبست ماسك. اه، دخلت عليه الاوضه، كان هيرمي نفسه من البلكونه. كان هيرمي نفسه من البلكونه، ولما يرمي نفسه من البلكونه انت تقول ها ها وبتاع. لا، ما كانش فيها خالص. لا يعني بص، هو لطيف ان احنا نهزر مع بعض، ولطيف ان احنا نضحك، بس لما يبقى هزارنا ده ممكن يؤدي لاذيه، او ان حد يحصل له هبوط، او ان حد يتخض على اخوه اللي في المستشفى وعامل حادثه. تهيألي دي ما خرجت بره اطار المقلب ودخلت في اطار تاني، عارفه اللي هو ايه. لا يعني لطيف، نهزر ونضحك وكل حاجه، بس هو يمكن صاحبك لما بعت وقال الحكايه دي فريق العمل تشجع جدا ان واحد من الناس اللي بيعملوا مقالب لما يتعمل فيه مقلب هيبقى حاجه جامده جدا. المقلب موجود معانا وهنتفرج عليه في اخر الحلقه، لكن جالنا ايميلات كتيره برضو بتتكلم عن ناس بيشتكوا من صحابهم انهم طول الوقت بيهزروا بيعملوا مقالب، والمقالب دي بتبقى بتعدي حدود الهزار كمان. هنشوف الايميلات وهنقابل الناس اللي بعتوا الايميلات اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. رجعنا مرة تانية وبنكمل حلقتنا النهاردة عن الناس اللي بيعملوا مقالب واحنا بنعمل فيهم مقالب. الحلقة النهاردة كلها ليها علاقة بالخوف، وقد ايه الناس بتخاف قوي او بتخافش قوي. يعني في ايميل جالنا من هدهود حسن بيشتكي من صاحبه احمد فاروق اللي هو زيكا، ان احمد فاروق طول الوقت برضو عامل لهم مشاكل وطول الوقت بيعمل مقالب فيهم. هدهود معانا هو واحمد فاروق، او هدهود وزيكا الاثنين موجودين، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا، اتفضل. تمام.
اهلا وسهلا. ازيك يا هدود؟ ازيك؟ ازيك يا زيكا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت ايه اتخضيت ليه كده؟ هو بيتخض دايما كده. وايه الحكايه بقى يا هدود؟ انت باعت ايميل وبتقول ان هو طول الوقت مخضوض. يعني زيك لدرجه لو يعني اي شيء بيترعب منه، اي رياكشن اي حد بيترعب منه، اي حاجه بتترعب من اي حاجه. هل انتوا بتتعمدوا تخوفوه اكتر؟ تعودنا يعني نهرج معاه نعمل فيه بنخده، بس هو برضه يعني لو قايلين له بيخاف. حتى احنا بنقول له قبليها بيخاف برضه. يعني ايه اللي حصل مثلا؟ يعني مثلا لدرجه ان انا ممكن اعدي جنبه علي صوته، علي صوتي جنبه ممكن يترعب، يقعد يترعب 10 دقائق رجلي ترعش. يعني انت لو بتتكلم معاه عادي جدا وبعدين مره واحده عليت صوتك فهو بيتخض، او اديت رياكشن غريب مره واحده قدامه، او عملت رياكشن غريب قدامه مره واحده يتخض. طب يعني ايه الموقف اللي حصل مره مثلا؟ هو عنده عقده هو ممكن يحكيها يعني. طب اتفضل. زيكا ده اسمك ولا ده اسم شهره ولا ايه؟ اسم الشهره يعني كده. هل الاسم ليه علاقه بالخضه او بالخوف؟ ملوش. يعني انت هدهود ده اسمك ولا اسم شهره؟ اسم. الاسم في البطاقه هدهود، تمام. وانت زيكا ده اسم الشهره، لكن مش جاي نتيجه ان حد بيخضك ولا حاجه. ايه بقى انت بتحس بايه مثلا؟ ولا يعني يعني ليه الحكايه دي زياده عندك؟ هي مش زياده قوي يعني، بس انا يعني بؤمن يعني بالحاجات دي. يعني اصل هي عادي ان ممكن اي انسان يعني يمسه جن، بس فانا ما اعرفش اللي هيجي يخضني بقى. انت خوفك من الجن؟ ما هو الجن يعني انا في اعتباره ممكن يكون عفريت يعني. الجن ممكن يكون عفريت. والعفريت ده طالع لك عشان يخضك. سايب صحابك كلهم؟ لا، ممكن يطلع لاي حد. مش يطلع لاي حد. ممكن يطلع لاي حد. بس انا انت متخيل شكله ايه مثلا؟ هل انت شفت حاجه زي كده او تعرف حد شاف حاجه زي كده؟ لا، من صغري حصلت لي يعني عقد، ان انا يعني كانوا بيهرجوا معايا كتير في الحوار ده، فقلب معايا بعقد في الاخر. انا اخويا وقرايبي يعني وكده حبوا يعملوا فيا برضو مقلب كده وانا صغير، انه طفوا النور بقى الشقه كلها، واخويا لبس روب اسود وحط شمعه في النص، واختي عملت ميته، واقعد انده عليهم كلهم محدش يرد، والباب يزيق بقى وانا اطلع. ده العيله عندك هم اللي عملوا فيك كده؟ اخويا وقرايبي بقى ما. يعني عيلتك هم اللي عملوا عندك الموضوع ده؟ بقى كان هو بس كان طبعا خالص يعني. بالتبعيه اصحابك اصحابي بقى زادوا فيها، ف انا بعقده بالاخر يعني. هم يعني بيتفننوا في الخض بقى يعني، اللي يطلع لي من الجنينه واللي يلبس مش عارف ايه، ويقولوا لي تعالى نخش فيلم اكشن وهو فيلم رعب. يعني انت كمان بتخاف من الافلام الرعب؟ لا، دي بقى بخاف منها يعني. ساذجه دي بقى يعني على اساسك ما بتخافش من حاجه تانية يعني. دي بقى بتخاف منها اكتر حاجه يعني في السينما مثلا، ما تروح فيلم وتلاقي فيلم رعب، انت اكيد واثق ان ده فيلم. هو انا ما كنتش اعرف ان هو فيلم رعب. هم قالوا هيحجزوا فيلم اكشن، بس قلت اخش معاكم. نضحك عليه وندخله ونقول له اكشن ونخش فيلم رعب، بس هو بيتقلب كوميدي. الناس اللي بتتفرج على الفيلم تقعد تتفرج عليه هو بقى. بيسيبوا تحت الكراسي. طب هو بيعمل ايه؟ بينزل تحت الكراسي، يطلع فوقينا، يعني ينزل تحتينا. طب ما تروح يا زيك. ما ممنوع في السينما اروح عشان يقولوا. طب تقعد تتفرج غصب عنك؟ نمسكه غصب عنه. ورا بقى السينما شغاله بقى وعا وايه، وانا قاعد بموت. وعا وعي. عا وعي. لا يعني انت اوكي، انت قاعد في السينما ودي كراسي ودي صاله بتاعت سينما وفي ناس قاعدين بيتفرجوا، وانت واثق ان ده فيلم، مش كده؟ هو انا ما كنتش اعرف في الاول انه رعب، بس بدايته قلت ماشي اول حته يعني، بعد كده اكشن ما فيش حاجه يعني. قلت لك استمر في الرعب بقى، والناس بتموت وناس بتطلع من مش عارف ايه وهياكل فما فيش بقى صويت بقى وبهدله في السينما خالص يعني. وان احاول اطلع، هم طبعا ماسكين فيا بقى عايزين يضحكوا، هم بيخشوا عشان يضحكوا مش بيخشوا عشان يترعبوا بقى. ان احاول اطلع بقى الامن بتاع السينما، لا انت ما فيش حالتك تروح يعني. الفيلم الرعب بيتحول لفيلم كوميدي. بالنسبه لهم. بالنسبه لهم. بالنسبه لك بيفضل بالنسبه لي كابوس طبعا يعني، ما هعمل ايه. طيب يعني مثلا حد مره وانت طالع على السلم خضك وانت ده في العادي؟ ده العادي. ده عادي اللي هو، بس انا بقول له مثلا اللي فيه هيستنوك على السلم خلي بالك بيتخض برضه. يعني انت بتقول له في ناس هيستنوك على السلم كصاحبه بتحاول تنصحه، وبالرغم من كده بيطلع ويتخض ويقع من على السلم وينزل السلم كله على دماغه. يعني بيقول، يعني بتقول له هنخضك، بيقول له هنخض مستنيينك فوق، قول له احمد ومصطفى مستنيينك فوق، تمام، ويطلع ويتخض برضه. هي مش اي فرق. طيب يعني هدود احنا بنشكرك جدا، انت واحمد فاروق، وان شاء الله انتوا موجودين معانا لغايه اخر الحلقه. شكرا.
معانا المقلب اللي حصل في خالد من صاحبه اللي سافر وسابه محمد مرسي. هنشوف المقلب اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. رجعنا مرة تانية ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة وحلقتنا عن الخوف والمقلب اللي حصل فيها ليه علاقة بالخوف ومقلب جامد جدا حصل في خالد. هنشوف المقلب. بس يا خالد فعلا بعد ما حصل المقلب ده بقيت تخاف من أي حاجة ولا ما زلت برضو ما بتخافش ولا إيه؟ ولا أنت بتخاف في العادي؟ لا 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 خالص خالص. هما عملوا المقلب عشان متغاظين منك وعشان أنت طول الوقت بتعمل مقالب. هل بقى اتغير فيك حكاية أنك تعمل مقالب في أصحابك؟ ما بقتش تعمل؟ لا خالص خالص. انا عشت المعاناه بقى. يعني المفروض ان هم عاملينه عشان تحرم. وبعدين النهارده خلاص ما دام ده الناس شافوه فاكيد هيبقوا حارسين جدا منك يعني. ونشوف مع بعضينا المقلب ونرجع نكمل كلامنا. ميدو اتفق مع خالد انهم هيروحوا عند واحد صاحبهم يقضوا كام يوم في فيلته الجميله في شرم الشيخ. طبعا خالد وافق فورا. اتفضلوا. ميدو الحمد لله على السلامة. ميدو ياسر. اهلا وسهلا. ازيك يا خالد؟ الحمد لله. شريف. اهلا وسهلا ياسر. ازيك؟ اتفضل تعال. الحمد لله على السلامة. انت لسه واصلين ولا ايه؟ لسه جاي دلوقتي حالا. لا والله. والله ايه الاخبار؟ يا تمام. مشوار متعب جدا. مشوار مرهق جدا. الشنطة بيه؟ اديله الشنطة. حد يكلم حد كده في الدنيا؟ معلش معلش. الله معلش. اشربوا ايه؟ الله انت يا ابني انت مش انا قاعد لما انا اقول لك عايزين نشرب. اتفضل امشي دلوقتي. سيبنا نشرب. طيب ما انت لسه انت مش لسه شارب لما اشوف الناس مش لازم تاكل يا اخي. اشرب تاني. تاكل بقى. انتوا شكلكم تعبانين. شريف صاحب الفيلا معاه محمد اللي بيخدمهم كلهم. شريف مبهدله اخر بهدله ومحمد ساكت وكاتم في نفسه. يا ترى هيفضل كده على طول؟ خالد متضايق جدا من معاملة شريف لمحمد بس مش عارف يعمل ايه. يا ولد انت زفت. انا انت بس عبيط. انت مجنون يالا. انت مجنون بجد. انت مش طبيعي. انا مش فاهم. انا كل شويه طلع فيك انت يا حمار. خلاص يا امشي 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 امشي. ما يلا يا اخي امشي. ما تبص لي يا لا انت. لا 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 خلاص يا انت. خلاص بقى يا اسطى. خلاص يا اسطى. معلش معلش. انت ليه بتعامله وحش كده يا شريف؟ يا عم ده مش طبيعي بجد. ده مش يا ابني. اقول له جيب لي شاي يجيب لي حاجه ساعه. اقول له عايز اكل يروح جايب لي ميه. ده مجنون والله. مش طبيعي. هو مش مجنون. مش غريب. اي معقد. معقد هو المعقد. ايوه معقد. شريف وياسر بيفهموا خالد هما ليه بيعاملوا محمد كده فبيقولوا اي كلام. لا يا خالد انت ماكش دعوه. انت تطلع تمام ماكش دعوه. انت هتعمل هتشغل فيلم. هشغل فيلم رعب. لا شغل ناس معايا. هشغل فيلم رعب. فيلم حلو. هشغل فيلم رعب. ياسر مش عايز اتفرج عليه. اطلع نام. فيلم رعب ايه يا ساتر؟ ما بنحلم احنا بالافلام دي يا شريف. بس كده احلى. خد احلى. خد احلى ده. عايز تتفرج تقعد.
ليش كده؟ ليه ما كنتش تخش جوه؟ بعد ما خالد نام فعلا هنشوف الشغل الجامد بقى. ركزوا معانا في الحتة اللي جاية دي. تالي فعلا لازم تبطل تعمل مقالب بعد كده. وهو نفسه الراجل اللي كان عمال بيخدم في البيت هو اللي طلع لك وعامل دراكولا وطلع عليك وصاحبك الاول دخل اغمى عليه اغمى عليه وانت في النهايه اغمى عليك بجد. لا بجد جربت احساس الاغماء ايه رايك فيه؟ لا فعلا انا عشت المعاناه اللي انا كنت بعمله في اصحابي. هو طلع عليا اللي انت كنت بتعمله في اصحابك طلع عليك. احنا عموما معانا فريق العمل دراكولا محمد الصغير ومعانا كل فريق العمل شريف صبحي وياسر التوبجي. اهلا وسهلا. يعني يا جماعه صراحه مجهود جامد جدا وعاملين شغل في الحيطان وعاملينها بالورق وبتخرموا الورق وتخرجوا منه فيبان ان حد طالع من جوه الحيطه. يعني ده شغل صراحه وشاف على الحيطه كمان محمد وهو بياكلنا انا وياسر الناس وبتاع وحاجات كده. هو المفروض الحته بس هي مش باينه. المفروض ان هو كان بياكلني وبياكل ياسر. لا في بقى ان في ساعه واحنا بنصور الحته دي فالصغير بياكلني فهو عمال ياكلني وعمال يقول لي سيبوه سيبوه فانا سايبه جدا. في الاخر زهقت بقى من كتر ما هو لازق هنا رحت شحط شايطه عملني ستيكر. يعني انا بتخيل برضو لو زيكا قدام دراكولا ده يعني
متهيألي بس تشوف حرف الدال بس. عموما طبعا يعني هو مجهود جامد جدا اللي انتوا عاملينه، ونتمنى فعلا حكايه ان احنا نعمل مقالب في اصحابنا هي المقصود بيها هزار، لكن ان احنا نزود الحكايه بحيث توصل لحد يغمى عليه، يجي له هبوط حاد، يجي له اي مشكله، دي اكيد مش هنقدر نسامح نفسنا بعد كده لو حصل فيه حاجه زي دي، مش كده ولا ايه؟ طبعا بنشكرك جدا، وبنشكر صاحبك اللي مسافر، وبنشكر فريق العمل، وبنشكر كل الناس الموجودين معانا والناس الموجودين في البيوت. نتقابل معاكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من مقلب.com.